بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا ونبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة الكرام وأيها الحضور، أحييكم، وإنني أسعد أن أكون أمامكم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة لأكون معكم في هذا اللقاء الذي يعتبر من اللقاءات المهمة والتاريخية المؤصلة لتاريخ جديد حول الاجتهاد. هذا اللقاء الذي ترعاه وزارة الأوقاف المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك متابعة من قبل معالي وزير الأوقاف الأخ الكبير الدكتور محمد مختار جمعة، هذا الرجل الرائد الذي يعمل ليل نهار حتى يأخذ بأيدي وزارة الأوقاف إلى بر الأمان وشاطئ السلام، وإلى رؤية صادقة وصحيحة وسليمة تبعث الأمل من جديد في نفوس المسلمين، لأننا نحن منذ عقود ونحن نعاني جميعا جراء الزيغ والغلو والانحراف. وبهذه القامة العلمية والقامة المشيخية رأينا بالفعل أن هنالك تطور كبير لدى وزارة الأوقاف المصرية ولدى الرؤية المصرية الحديثة التي أصلت لعمل جديد. واليوم في هذا اللقاء أيضا تؤصل الوزارة إلى عمل جديد في الاجتهاد، وهذا الأمر الذي يعتبر غاية في الأهمية، لأنه يبعث فينا أملا جديدا من خلال استشعار ومن خلال إعادة حياة للاجتهاد الذي فقد بطريقتها الصحيحة، إذ تسور هذه القنطرة كل من يحسنها ومن لا يحسنها، من يدرك ومن لا يدرك، من يفقه ومن لا يفقه، ومن يفهم ومن لا يفهم، صعد هذه القنطرة وأصبح يتحدث ويهرف بما يعرف وبما لا يعرف. ولذا هذه الرسالة في هذا المؤتمر واضحة، أن الاجتهاد يجب أن يوضع له أصول كما كانت في السابق في العلماء الأوائل الأجلاء الذين تلقينا عنهم العلم والفهم والإدراك والمعرفة. كذلك أيها الإخوة الكرام، في هذه الجلسة سيكون لنا معكم لقاء من خلال عدد من الأجلة من العلماء الأفاضل الذين سيتحدثون حول أمر يعتبر غاية في الأهمية، وهو الأمر المتعلق بالعملات الافتراضية. وأنتم تدركون ما للمال في حياة الأمم من وقع وواقع، إذ إن أي أمة من غير مال لا يمكن أن تقوم ولا يمكن أن تستمر ولا يمكن أن تستقر، فالمال هو قوام الحياة، والله سبحانه وتعالى جعله عندما وصف الزينة أول ما وصف هو المال والبنون، وقدم المال على البنين في هذه الآية، لأن المال تقوم عليه حياة المجتمع جميعا. كذلك كان للمال اهتماما في كل الشعوب وفي كل الأمم، وكذلك في ديننا الحنيف، والله سبحانه وتعالى في آيات متعددة وصف مال المال من موقع، وعندما تحدث عن المال في أن يكون بغير يد السفيه قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، إذ إن مال السفيه استبره مال عموما لكل المسلمين يجب الحرص عليه والحفاظ عليه. وكذلك حث على أن لا نأكل المال فيما بيننا بالباطل، ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. فهذا الأمر هو الذي جعل للمال في حياة الأمة مكانة عالية، والإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك حث على أن يكون التعامل بالمال بطريقة صحيحة وسليمة. وكذلك تطورت الحالة المالية في الأمم، فالمال في أوائل الأيام كان المال هو سلعة بسلعة، ثم تطور إلى أن أصبح الذهب والفضة رائدان في الحركة المالية البشرية، وبعد ذلك رأينا أن المال تطور وأصبح التعامل من خلال الأوراق النقدية أو البنك نوت التي يتعامل بها الناس. ثم رأينا في هذه الأيام
تطورا آخر وهو التعامل بالعملات الافتراضية. هذه النقطة التي ستكون نقطة حديث بين هؤلاء العلماء الذين أجلس بينهم، ولست بأحسنهم ولا بأفضلهم، فكلهم أجلة كبار من العلماء، سيجود عليكم بما جاد الله عليهم من علم وفهم وفضل حتى نصل إلى النقطة التي نريدها، وهو أن يؤدي بنا اجتهادنا فنصل إلى هذه العملات الافتراضية من حيث الحل أو الحرمة، ومن حيث العمل بها أو الابتعاد عنها. فالأمم الأخرى وهي تسعى إلى التقدم التكنولوجي والتقدم المدني والعلمي، وبنفس الوقت بكل أسف لا زال المسلمون يتناحرون فيما بينهم ويقتل بعضهم بعضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. وفي هذا اللقاء إنني أرحب بإخوتي العلماء الأفاضل، أولا الأخ الكبير الأستاذ الدكتور عبد الله المصلح، ثم الأستاذ الدكتور مصطفى محمد عرجاوي، ثم الأستاذ الدكتور المأمون جبر، ثم الأستاذ الدكتور عثمان أحمد عثمان، فالأستاذ الدكتور عطية عبد الموجود لاشين. ونبدأ لقاءنا بما ذكر أولا، وهو الأستاذ الدكتور عبد الله المصلح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يجود علينا بفضل علمه، فهو من الذين تعرفونه جميعا، فشاشات التلفزة حاضرة دائما بعباراته ومقولاته وآرائه الفقهية المستنيرة التي سنستنير بها إن شاء الله. على بركة الله، تفضل. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربي وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إخوتي وأحبتي، في مقدمة كلامي لا بد لي من أن أحيي مصر قيادة وحكومة وشعبا وتاريخا وعلما وعلماء. وإذا ذكرت العلماء الذين مضى نورهم يسري في آفاق الأرض، فلا بد لي من أن أذكر أخي سعادة معالي الشيخ الأستاذ محمد مختار جمعة، الذي كان له دور كبير في إحياء وإثراء وزارة الأوقاف المصرية بمشروعاته المتعددة، فبارك الله فيه وفي زملائه وزميلاته ممن يقومون على هذا الشأن. أحييكم أيها الأحبة من قادم إليكم من جوار بيت الله ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أعلم أن أرواحكم تطير في تلك الآفاق بلا شك. هناك الروح والريحان، هناك الأنس والأمان، وأسأل الله لي ولكم دوام التوفيق. ما من نازلة نزلت بالمسلمين إلا وقد وجدنا بفضل الله في هذا الدين في مصادره كتابا وسنة، وفي تراثه العلمي المؤصل لمسار العقل في اجتهاده ما نجد فيه حكم الله بيسر وسهولة. من يتأمل كلام الله
يعلم أن أكثر القضايا التي جاءت فيه جاءت على شكل قواعد كلية وكلمات عامة، وجاءت إضاءة رسولنا عليه الصلاة والسلام لتسير في نفس المسار مع تفصيل لبعض القضايا، ولكن عمومات هذا الدين وما تركه لنا علماؤنا الأخيار الأبرار في علمي أصول الفقه والقواعد الفقهية، وما تركه لنا علماء اللغة في علم دلالة الألفاظ، هذه الأمور هي التي جعلت لنا عقلا معصوما يستطيع أن يستنير بهذه العلوم إلى أن يدرك حكم الله فيما جد في أقضية الناس. وهذه النازلة نزلت بالناس، ولا بد قبل أن نتحدث عنها أن نتحدث عن المنظور الفقهي للنقد. علماؤنا أطلق علماؤنا عن النقود تعريفا، فوجدنا لهم أربعة اتجاهات في إطلاق النقود عليها. الاتجاه الأول إطلاق النقود على الذهب والفضة، سواء كان مغروبين أو لم يكونا مغروبين. الاتجاه الثاني إطلاق النقود على المغروب من الذهب والفضة خاصة. الثالث إطلاق النقود على الذهب والفضة والفلوس. والاتجاه الرابع إطلاق، وهو أوسعها، إطلاق النقود على الذهب والفضة وعلى ما يقوم مقامهما ويؤدي وظائفهما. أنا سأضطر أن أختصر في كلامي لأن البحث طويل، ولكني أتمنى أن ألملمه لكي أصل معكم إلى النتيجة بما يسره الله من الاختصار. سبب إطلاق الفقهاء النقد على الذهب والفضة لأنهما يستخدمان وسيطا للتبادل، ولأنهما مقياس لقيم السلع والخدمات، ولأنهما أداة للمدفوعات الآجلة، وأنهما مخزن للثروة. من ذلك كل استنبط الفقهاء المعاصرون من كلام الفقهاء السابقين تعريفا للنقود، فعرفوها بأنها من حيث الوظيفة كل ما تعارف الناس على استخدامه وسيطا للتبادل ومقياسا لقيم السلع والخدمات ومخزنا للثروة ومعيارا للمدفوعات الآجلة، وأقرته جهة الاختصاص. هذا التعريف هو الذي استقر عليه رأي جمهور الفقهاء المعاصرين، وبه أخذت المجامع الفقهية. عند الاقتصاديين قالوا كل شيء يقبله الجمع قبولا عاما بحكم العرف أو القانون أو قيمة الشيء نفسه، ويكون قادرا على أن يكون وسيطا في عمليات التبادل المختلفة للسلع والخدمات، ويكون صالحا لتسوية الديون وإبراء الذمم. بمقارنة التعريفين نجد أن علماء الفقه الإسلامي أن النظرية الاقتصادية لا تخرج عن النظرة الفقهية، بل إن علماء الفقه الإسلامي رحمه الله كان لهم قسم السبق في إدراك هذه الحقيقة. ما هو الضابط الضوابط لإصدار النقود في شرعنا في منظورنا الفقهي؟ كيف يمكن أن نقول عنه إنه نقد من خلال المعايير الضابطة لهذا الأمر؟ الضابط الأول توحيد جهة الإصدار النقدي وإماطة مسؤوليته بالدولة. كان لعلماء الفقه الإسلامي قصب السبق في تأصيل هذا الضابط وتقديم رؤية اقتصادية عميقة في هذا الجانب، يمكن الوقوف عليه من خلال النصوص، وسأذكر لكم نصا واحدا. قال ابن خلدون المالكي: ولفظ السكة كان اسما للطابع،
وهي الحديدة المتخذة لذلك، ثم نقل إلى أثرها وهو النقوش الماثلة على الدنانير والدواهم، ثم نقل إلى القيام على ذلك والنظر في استيفاء حاجاته وشروطه وهي الوظيفة، فصار علما عليها في عرف الدول، وهي وظيفة ضرورية للملك بما يتميز الخالص بما يميز الخالص من البهرج بين الناس في النقود عند المعاملة، ويثقون في سلامتها من الغش بختم السلطان. الإمام النووي عليه رحمة الله يقول: وليس لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانير. أتجاوز هذه الأقوال الكثيرة التي جمعتها لعلمائنا في هذا الباب، وأتوجه إلى الضابط الثاني. الضابط الثاني: تحقيق ثبات نسبي واستقرار في قيمة النقود. لما كان من أجل وأهم وظائف النقود أنها مقياس للقيمة ومعيار للمدفوعات، ولن تؤدي النقود وظائفها بشكل كامل إلا إذا كانت قيمة الوحدة النقدية مستقرة. ومقصد المحافظة على قيمة الوحدة النقدية هو مطلب شرعي أكيد من الناحيتين الحقوقية والاقتصادية. ابن القيم عليه رحمة الله يقول: والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض، إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبره المبيعات بل الجميع سلع. وإذا تحول الأمر ليكون النقد سلعة والسلعة سلعة كانت كارثة في حياة الأمة، وإن شاء الله قد أبين ذلك بشكل أكثر في المستقبل. الضابط الثالث: ألا يتخذ الإصدار النقدي مصدرا للتجارة وتحصيل الأرباح. قرر الفقهاء عدم جواز اتخاذ الدولة إصدار النقود وسيلة للتجارة وتحصيل الأرباح لما فيه من إفساد النظام النقدي، إذ الواجب أن يكون إصدار النقود مرتبط بحاجات الناس ومصالحهم، وأن يراعى في الضرب المصلحة العامة، ولأن التجارة في النقود أكل لأموال الناس بالباطل، والتوسع في إصدار النقود دون تنظيم أو مراقبة يعد من التطفيف المنهي عنه في قوله تعالى: ويل للمطففين. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: ولا يتجر ذو سلطان في الفلوس أصلا. المال عندنا إما منفعة وإما سلعة وإما نقد، والنقد هو سيد المال، والوظيفة الكبرى لهذا النقد أن يولد سلعة أو يحقق منفعة. فإن جعلنا النقد سلعة كما يقول أهل الاختصاص من الاقتصاديين ولد الصفر صفرا. ما هو مفهوم العملات الافتراضية المشفرة من حيث نشأتها وخصائصها؟ رغم تعدد تعريف العملات الافتراضية المشفرة من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية والبنوك المركزية، إلا أن جميع تلك الجهات تتفق على أن العملات المشفرة هي بمثابة فرع للعملات الافتراضية. وفيما يلي أذكر أهم التعريفات: البنك الدولي للإنشاء والتعمير عرف العملات المشفرة على أنها تمثيل رقمي للقيمة ومقومة في وحداتهم الخاصة في الحساب، حيث إنها تختلف عن النقود الإلكترونية التي تعتبر وسيلة دفع رقمية مقومة بالعملات التقليدية. كما صنف العملات المشفرة على أنها عملات رقمية تعتمد على تقنيات التشفير. البنك الأردني المركزي قال: عرف العملات الافتراضية المشفرة بأن تمثيل رقمي للقيمة يتم تداولها إلكترونيا في مجتمع افتراضي محدد أو غير محدد، تعتمد على مبدأ إصدارها وتداولها على تقنيات علم التشفير، ولا تصدر عن بنك مركزي أو سلطة رقابية أو تنظيمية.
ما توصلت إليه من التعريف لهذه العملات الافتراضية المشفر أنها تمثيل رقمي للقيمة صادر عن مطورين خاصين ومقوم في وحدات الحساب الخاصة بهم، يتم تداولها إلكترونيا في مجتمع افتراضي وبدون وجود وسطاء، لأنها قائمة على مبدأ النظير للنظير أو الند للند، تعتمد في إصدارها وتداولها على تقنيات علم التشفير، ولا تصدر عن بنك مركزي أو سلطة رقابية أو تنظيمية، وإنما يصدرها ويراقبها مطوروها، ولا تشكل التزاما على أي جهة بما في ذلك مطوروها. ما هي أنواع العملات الافتراضية المشفرة؟ يمكن تقسيم العملات الافتراضية المشفرة إلى نوعين رئيسيين، هما العملات الافتراضية المركزية وهي التي تصدرها البنوك المركزية، مثل العملة التي أصدرتها دول جزر البهاما ودولة الإمارات وبعض الدول. ثانيا العملات الافتراضية اللامركزية وهي التي تصدرها متعاملون خواص وتعتمد على الخوارزميات في استخراجها، ولا تلتزم بقواعد وأطر المنظومة النقدية السائدة، حيث لا يوجد جهة مركزية مسؤولة عنها أو تراقبها. العملات الافتراضية المشفرة هي نقود لا مركزية مدعومة بأصل احتياطي، وذلك الأصل غير قادر على الاستقرار. العملات الافتراضية المشفرة غير المستقرة أي غير المدعومة، عرف القانون الأوروبي سنة 2018 العملات الافتراضية المشفرة غير مستقرة بأنها تمثيل رقمي لقيمة غير موزعة ومضمونة من طرف مصرف أو مصرف مركزي أو سلطة مركزية أو سلطة عامة، وهي التي لا ترتبط بعملة قانونية ولا تحظى بالنظام القانوني. وأترك تعريفي لها للتعريف التي قبلها. من أشهر العملات الافتراضية غير المستقرة عملة البيتكوين والريبل والإثريوم. خصائص هذه العملات دعوني أتحدث عنها فيما يذكرونه من خصائصها. هذه العملات الافتراضية المشفرة هي وحدات رقمية مشفرة غير خاضعة لسلطة مركزية، تعتمد قيمتها على خصائص البرمجة والرياضيات الخوارزميات، ويتحدد سعرها بالقيمة التبادلية. خصائصها أنها وحدة رقمية مشفرة ليس لها وجود مادي فيزيائي كالنقود الورقية أو المعدنية، وإنما هي عملة افتراضية بالكامل، استنبات بذور في الهواء. فهمنا؟ اثنين، أنها لا تصدرها جهة معينة، فالذي يصدرها المستخدمون للأنترنت عن طريق التنقيب يسمونه تنقيب، ولا تخضع لرقابة سلطة مالية أو نقدية تضبطها. أن كمية الوحدات المنتجة متوقفة على قوة معالج الكمبيوتر. أنها عالمية، فهي لا ترتبط بنطاق جغرافي محدد ولا تنتمي لدولة معينة، فجميع معاملاتها تتم في أي مكان في العالم. اعتمادها على نظام التشفير، يمكن للمتعامل بالعملة الافتراضية المشفرة استخدام اسم مستعار ولا يحتاج إلى ذكر اسمه الحقيقي أو هويته أو عنوانه، وتسمى العملة المعمى. لها قيمة مالية يعني عند في ذهن أصحابها. إمكانية إصدارها عن طريق التعديل أنها لا ينظمها قانون، ولا تخضع لرقابة بنك مركزي أو سلطة حكومية أو منظمة دولية، ولا يمكن تزويرها ولا تجميدها، ورسوم تحويلها منخفضة جدا، يعني عملية يعني استقطاب جيدة، لأنها عبارة عن شفرات إلكترونية مخزنة على الأنترنت، فعندما يتم تحويلها من شخص إلى آخر
فإنها تتم من خلال كود العملية بدون وسيط وتسمى الند بالند. صعوبة التعقب، فلا تستطيع الجهات الرقابية تتبع العملات التي تتم بواسطتها، لأن المتعاملين فيها لا يستخدمون أسماءهم الحقيقية ولا بياناتهم الشخصية. عدم وجود ضرائب. ما هي مخاطر هذه العملات الافتراضية المشفرة؟ أرجوك آخر إشي أعطني 4 دقائق إيش أو 5. طيب 5 دقائق. أنت حاتم وحاتم كريم، أليس كذلك؟ سمعتم عن حاتم القديم؟ هذا حاتم الجديد. طيب، مخاطر العملات الافتراضية بسرعة. أولا، جهالة المصدر. الجهة التي اخترعت المنطق في النظام وآلياتها في الإصدار والتوثيق وعمل مجهولة الهوية. جهة المتعاملين، جهالة المتعاملين، فتقنية البلوكتشن قائمة على سرية المعلومات. عدم وجود ضامن. التقلب الشديد في الأسعار. خطر الاختراق، تخترق بسهولة، على الرغم من أن تقنية علم التشييع مستخدمة في العملات الافتراضية قد تكون قوية ضد الأحداث والهجمات السبرانية، ولكن يمكن للمحترفين في الحاسوب، ما يسمى بالهكر، أن يخترقوا محافظ الناس ويسرقوا أموالهم، كما وقع لويلكوند وبولي نتبول، وفي السنوات الماضية سرقت من البيتكوين بالآلاف الملايين. طيب، من خصائصها التي تفعل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار السلاح، وذلك لأن المرسل والمستلم يستطيعون من خلال العملات الافتراضية المشفرة القيام بإجراءات عمليات الحوالات أو الدفع على أساس الند بالند، ولا يحتاجون إلى تحديد هوية المستلم والمسلم ولا رقيب بينهما. ثم فيها مخاطر انعدام الثقة. ثانيا، ليس عليها قيود قانونية. فقدان البيانات قد يعني خسائر مالية، ولا يستطيع أحد أن يطالب بهذه الخسارة. عدم إمكانية صرف بعض العملات. أخيرا، العملات الافتراضية المشفرة في الميزان الشرعي. سوف أحدثكم أحبتي عن العملات السليمة الصحيحة الشرعية وفي مقابلها العملة الافتراضية. أولا، المقارنة بينهما، بين العملات والنقدية القانونية وبين العملات الافتراضية المشفرة. أولا، جهة الإصدار. فالنقود القانونية المادية تصدرها الدول، أما العملات الافتراضية المشفرة لا مركزية فإنها لا يصدرها، إنما يصدرها مبرمجون محترفون. اثنين، التغطية. فالنقود النظامية تكون بغطاء الذهب أو الفضة، وقد تكون قوتها بما لدى الدولة من أصول أيا كان مصدرها. أما العملات الافتراضية المشفرة المستخفى فليس لها أي غطاء، سواء كان بعملة نظامية أو معدن. اكتساب العملة الشرعية القيمة في ذاتها، فالنقود النظامية استمدت قيمتها من الدول والقانون الذي أمر بإصدارها وألزم الناس بالتعامل بها. والعملات الافتراضية المشفرة لا مركزية تكتسب قيمتها من قبول المتعاملين. الضمان، النقود النظامية مضمونة بحكم القانون، أما العملات المشفرة فلا يضمنها قانون ولا سلطة عامة ولا سلطة خاصة. العملة النقدية الشرعية قبولها وسيط للتبادل في السلع، وتلك ليس لها هذه الخاصية، وإنما فتحت الأبواب حقيقة. أنا هذه لابد لي من أن أقولها لكم، العملات الافتراضية المشفرة، فإنها وإن كانت قد انتشرت ولاقت قبولا من بعض الشركات والمؤسسات، لكن هذا لا يعني اعتبارها وسيطا لتبادل السلع، لأن اعتبار الشيء وسيطا لتبادل السلع إنما هو خاضع لمصلحة الأمة وتوجيه الدولة.
ولو فتح مجال إصدار العملات دون إذن الدولة وتحت إشرافها ومراقبتها على اعتبار إمكانية إقرار التعامل بها من قبل بعض الشركات والمؤسسات التجارية وانتشارها فيما بعد، لتعددت العملات وعمت الفوضى من خلال الاحتكارات والتغريرات والمقامرات، ولفتح باب شر يصعب سده. تصوروا معي أن مجموعة العملات الآن وصل إلى 4100 عملة، 4100 عملة، والأمان في الأولى وليس في الثانية أمان. وهذه العملات يشوبها الغرور والجهالة بسبب جهالة مصدرها، وأنها تسهل جرائم كبرى مثل جريمة غسيل الأموال وتجارة المخدرات والسلاح والإرهاب. وعليه فإني أقول مستعينا بالله، أعلم أن بعض إخوتي لي قد أجاز التعامل بها، وإن كان قد وضع قيودا هشة وبعضهم توقف، ولكني أقول من باب الحرص على سلامة الأمة حتى ينضبط هذا الأمر، أقول لا يجوز التعامل بهذه العملات المشفرة اللامركزية حتى تستكمل شروط إصدار النقود وتحقق أداءها لوظائف النقد وتنتفي الموانع التي تم ذكرها آنفا. وبالله التوفيق وهو المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور هنالك في مجلة منبر الإسلام تحدث الدكتور ببحث حول ذلك لمن أراد أن يستزيد في بحثه. إخواني إن شاء الله نستكمل، والآن نستكمل مع الأستاذ الدكتور مصطفى عرجاوي، لكن يعني لضيق الوقت أتمنى على إخواني، يمكن أخونا الدكتور أخذ وقت فلذلك يعني إحنا بدنا كل واحد يعني يعطيه يعني 10 دقائق إن شاء الله. إن شاء الله أعتبر نصابه من نصابي إن شاء الله. أي نعم، نستكمل ما تحدث به إن شاء الله. لا نتحدث به إننا ما نستكمل في هذا الأمر في جزئية أخرى. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. شكرا للراعي ولمن قام على هذا المؤتمر وللحضور جميعا. أيها السادة، إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ويجب علينا ألا ننخدع الأقنعة تسمية الأشياء بغير مسمياتها. الخمر تسمى بأسماء غير اسمها، هل الاسم يغير حقيقته؟ مشروبات روحية، القمار، اليانصيب، أو المسابقات، الحلم كذا كذا. لذلك ينبغي علينا أن نلجأ مباشرة إلى طبيعة الشيء الذي نريد أن نحكم عليه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وبعد هذا العرض، ولذلك أنا بعتبر أن ما قام به أخي الحبيب ويعني أستاذنا الفاضل الدكتور عبد الله المصلح مقدمة كاملة، لأنه أعطى صورة كاملة عن هذه العملة. وكلمة الافتراضية هي في حد ذاتها قاتلة، لأننا في أعمال المحاماة وفي التقاضي عندما يريد المحامي أن يدافع عن متهم يقول وأفترض، والفرض هو العدم سواء، الفرض هو العدم سواء، ويكفي الآثار السيئة المترتبة على هذه العملة. إن الذين لا يستفيدون من تجاربهم يستسلمون للدوران في حلقات مفرغة. أين كلما سمعنا عن شيء نستمسك به، أين هي هذه العملة؟ قيمتها في الفترة الماضية تغيرت وتبدلت وتعدلت، لا ضابط ولا رابط ولا أي شيء على الإطلاق. مثل هذه ماذا يقال عنها؟ الحل والحرمة ليست عملية سهلة. الذي يحل ويحرم هو قيوم السماوات والأرض ورسوله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن الإمام مالك رضي الله عنه
كان يقول حرام على أمر محرم إذا لم يكن له نص شرعي واضح، بل قال كان يقول ويمنع. أجعلتم منه حلالا وحراما؟ الله أذن لكم أو على الله تفترون؟ لذلك لا نحكم على شيء بأنه حرام أو حلال إلا الواقع الذي أمامنا. صورت أمامكم الصورة الحقيقية ووضحها فضيلة الدكتور عبد الله المصلح، فلن نكرر نفس الكلام من حيث تعرفها، من حيث توصفها، من حيث هيئتها، من حيث الآثار المترتبة عليها، من حيث أنها باب فساد وإفساد. طب إذا تغير الوصف تغير الحكم. حتى بالنسبة للخمر، إذا تخللت الخمر بنفسها صارت حلالا عند جميع الفقهاء، وإذا تخللت بالتنقيل تحولت إلى خل، الوصف تغير عند قيد ووصف. عندما تتغير العملة دي تخرج من بلدة معينة بحدود معينة بضوابط معينة تضمنها دولة معينة لها قيمة معينة، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إنما شيء غيبي وشيء افتراضي وشيء وهمي، ممكن نقول عنه وهمي افتراضي، عندما تسمع كلمة افتراضي يعني أمر غير متصور وليس له وجود منعدم. بقول لحضرتك في المحاماة يقول له نفترض أنه ارتكب الجريمة، وهو بيدافع عن الجريمة يقول له ولكن الفضل هو والعدم سواء، يعني كأنه ده ما حصلش. لذلك ينبغي علينا أن يعني نكتشف الأقنعة. لا يهمك الاسم، ابحث عن المسمى، حقيقة المسمى، التغيير، التبديل، الإضافة، الحذف، كل هذه المعاني لا تخدعك. الحقيقة الواقعة اللي يطمئن إليها القلب انك تنظر لحقيقة الشيء ذاته، ايه هو، ايه حقيقته، طيب ايه الآثار المترتبة عليه. وقد قيلت لكم بجميع أوضاعها وآثارها المدمرة وأقلها الإرهاب، غسيل الأموال، السرقات، البعض يقول العموم أو عمت، طب إذا عمت، هل إذا عم الفساد وإن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله؟ هل العمومية تعطي المشروعية؟ تعطي المشروعية عند غيرنا، عندنا دين وليس دين، ديننا ليس دين تبرير ولكنه دين تدبير، دين أحكام، أحكام شرعية. نقول الحكم الشرعي السليم سمعنا وأطعنا إذا كان يتعلق بواقع حقيقي، ولكن إذا جاء حكم كما يقول أستاذنا واحد قال أجيسها بشروط وضوابط، هذه الأمور ضوابط لمن؟ للمسلم ولا غير المسلم؟ للعلماني ولا غير العلماني؟ لمن لا يعرف إلا المكاسب المادية أو خلافها؟ ابحث عن الشيء ذاته، هل هو صالح؟ هل هو نافع؟ طب حتى لو صالح ونافع الآثار المترتبة عليه إيه؟ ما أنا بقول لحضرتك الأثر المترتب عليه، حتى لو كان الشيء نافع وآثاره ضارة بالنسبة لك تمنع منه، وينبغي عليك أن تمنع منه، لأن الآثار المترتبة على تعاملك معه سيضرك جسديا أو نفسيا. لذلك ينبغي علينا أن نضع في الاعتبار أن هناك أقنعة ووسائل إعلام ضخمة ودعايات خطيرة تحاول والعياذ بالله الحرام إلى حلال، والحلال تلبيس أو تلفيق. تعرف معنى التلفيق؟ أخذ من هذا المذهب شيئا ومن هذا المذهب شيئا. وهناك رسالة لزميلنا الدكتور محمد حسان عمار رحمة الله عليه في التلفيق، التلفيق لا يجوز، خدت من ده جزء ومن ده جزء لا يصلح. فبعد بحثها وتدقيقها، ونفس الكلام هو مش هنعيد نفس الكلام، هو نفس الكلام والبحث موجود، وجدنا أنها بوضعها الحالي لا يستطيع أي أحد على الإطلاق أن يعطيها مبرر، لا شرعي ولا وضعي ولا قانوني على الإطلاق. والحمد لله حضرتها عندنا وزارة دار الإفتاء المصرية، وحضرها القانون المصري، وحضرتها جميع المجامع الفقهية، كلها محصورة وموجود الآراء بأدلتها بضوابطها بقواعدها. طب إذا تغير خلاص عندنا قيد ووصف، يتغير الوضع يتغير إليه الحكم. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. أنا وفقته.
بارك الله فيك دكتورنا الكريم. وبالفعل هو يتحدث بشيء واضح، أنت تتحدث عن وهم لا وجود له، لا حياة له، فلذلك هذا الوهم كيف ستحكم عليه إذا لم يكن موجودا في الأصل؟ وكما قال أيضا يعني فضيلة الدكتور، هي أغلب هذه الأموال الافتراضية إنما هي استغلت من قبل عصابات إجرامية. الذي خلق هذه العملات الافتراضية هي العصابات التي لا تريد أن تحتكم إلى قانون. مزيدا من المعرفة في هذا الأمر، الآن أيضا معنا الأخ الدكتور الأستاذ الدكتور المأمون جبر، عميد بالجامعة المصرية وأستاذ القانون العام والتشريعات الاقتصادية. تفضل دكتورنا الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. يطيب لي أن أتواجد وسط هذه الكوكبة الفكرية في مختلف العلوم الإنسانية والتجريبية لأكرر في اطمئنان وثقة أننا بخير. الحمد لله. في هذه القاعة منذ 3 سنوات وفي المؤتمر وهنا في نفس القاعة كان يبحث عن أسس بناء الدول، أسس بناء الدول، وأقر مقصد 6 من المقاصد الضرورية في الإسلام، وهو حفظ الأوطان. حفظ الأوطان، معنى حفظ الأوطان كما أعتقد أي حماية الوطن، حماية مقومات الوطن. والوطن له مقومات اقتصادية واجتماعية وسياسية، وعندما نجد خطر محدق بمقومات المجتمع الاقتصادية نبحث حتى لا نتجنى على ديننا. باستعراض المواقف السابقة ارتأيت أن أكتب في العملات الافتراضية والعملة المشفرة وربطها بالاجتهاد المؤسسي، بعدما عانينا من الفتاوى الشاذة، الفتاوى التي جعلت إسلامنا يصرخ ويقول غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سدابة المتمدمين. هذا هو حال الإسلام اليوم. أخوتي الأعزاء، باستعراض الآراء السابقة وبالاستماع لهؤلاء الوجهاء حول الحكم الشرعي للعملات الافتراضية أتفق كثيرا معهم، ولكنني كرجل قانون ورجل اقتصاد أستشرف المستقبل، لا أتخوف من أي مولود جديد في الحياة. تخوفنا من العولمة وتعاملنا معها، تخوفنا من الكثير وتعاملنا معه. هذا التخوف يجعلنا ننكر واقعية الإسلام، ننكر أن الإسلام دين لا يضيق بالجديد في الحياة ولا يتنكر له ما دام يحقق نفعا ويسد مطلبا، بل أنه يزكيه ويباركه ما دام لا يخالف نصا أو اجتهادا. ديننا العظيم يعني يدرك أن الحياة ولود تحدث كل يوم حدثا وتأتي كل ساعة بوليد. هذا المولود الذي أتى إلينا نتساءل كريال قانون مع التحفظ في اللفظ، هل هو مولود شرعي؟ هل هو مولود غير شرعي؟ سلم الجميع بأنه مولود غير شرعي. ماذا لو اقتحم ديارنا؟ هل نتوقف نحن بلاد نامية نعتمد على الواردات وعندنا مصر كمثل تستورد بما يربو عن 80 مليار دولار أو يقل؟ هل نتوقف ونهدد مقومات المجتمع؟ ماذا لو اقتحم هذا المولود الجديد ديارنا؟ فلجنة السلفادور اعترفت بها كعملة، وسط أفريقيا اعترفت بها. الآن هذه التخوفات التي ساقها أساتذتنا الأجلاء وطرحتها في دراستي، نعم هو خطر يتهددنا، فما هي الضمانات
وما هي الاحتياطات التي وضعناها لكي نتحوط منه؟ وماذا لو رفضناها رفضا كليا وغازتنا؟ هل نقف صامدين؟ ومن هنا وحتى لا أطيل عليكم، إنني أحمل هنا المؤسسات، كل يكون بدوره. عندما أقول اجتهاد مؤسسي، فعندما اجتهد المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية منذ 3 سنوات ووضع مقصد 6 من المقاصد الضرورية في الإسلام هو حفظ الأوطان، اجتهدت مؤسساتنا الدينية في مصر، دار الإفتاء حظرت التعامل بالعملات الافتراضية والعملات المشفرة، المملكة العربية السعودية كذلك. لكنني أتساءل، ماذا لو اقتحمت هذه العملة ديارنا وأصبحت واقعا ممنوسا؟ ما هي الضمانات وما هي الاحتياطات التي يجب علينا أن نتخذها، نحد منها أو نسمح لها؟ إننا لا نريد أن نقف جامدين أمام أي متغير في الحياة، نبحثه، رجال الاقتصاد، رجال القانون، رجال الفقه، رجال الاجتماع، هيئاتنا المؤسسية تجتمع بأمثال هؤلاء. ضعوا لنا تصور، ضعوا لنا تصور كيف نتعامل مع هذا المولود، سواء أكان مولودا شرعيا أو غير شرعي كما يرى العلماء الأفاضل. إخواتي الأجلاء، إخواني الأعزاء، لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن الدراسة بين أيديكم، وكنت أود عرضها على الشاشة، لأنني أؤمن كما يقول أساتذتي أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ووضعت لكم هذا التصور كيف تبدأ وكيف تنتهي وماذا نحن فاعلون. نتحفظ في إطلاق الأحكام الحل والحرمة، نتحفظ فما نعرفه وما ندرسه لأبنائنا، أن الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما أحره ما حرمه الله في كتابه، وأن الأصل في كل الأشياء الإباحة إلا ما حرم بنص. أساتذة الأجلاء، أشكركم على حسن الاستماع، وأشكر الأفراد العلماء الذين استفدت منهم، ومعالي رئيس الجلسة. وفي الختام أشكر معالي وزير الأوقاف الذي أفسح لنا هذا المجال ليطرح قضايا مجتمعية واقتصادية تهم المجتمع وتحافظ على مقوماته. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أحمد عثمان، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في البداية أحب أشكر معالي الأستاذ الدكتور الوزير محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والقائمين على هذا المؤتمر على مجهوداتهم في إقامة هذا المؤتمر ونجاحه إن شاء الله. الأمر الذي يطرح علينا الآن هو العملات الافتراضية أو العملات المشفرة، وهذا الأمر ليس أمرا هينا، فقد قام العالم الأستاذ الدكتور عبدالله المصلح بشرح وافي، وقد قرأت بحثه كاملا، وضح كل المخاوف، وضع الحكم الشرعي. ولكن النظرة الاقتصادية لنا قد تختلف عن النظرة الشرعية، وإن الشرع هو الذي يحكم في النهاية بناء على النظرة الاقتصادية والمالية، ولكن يجب أن نتنبه أن هذا الأمر أمر خطير وليس أمرا بسيط، وسوف يجيء بعد سنوات يمكن في هذا المؤتمر نناقش هذا الأمر بطريقة مختلفة نظرا لتغير الزمان والمكان. والفتوى بتتغير حسب اختلاف الزمان والمكان والسبب والضرورة. فعلى سبيل المثال، كان عندما خلق الله الإنسان وسيلة التبادل هي المقايضة، حتى ظهرت العملة وكانت من الذهب والفضة، ثم بعد ذلك تحولت إلى بعض الناس قانون جرشام العملة الرديئة، بعض الدنانير المغشوشة، والمقريزي كتب كثيرا في كتبه عن هذا الأمر. وظهر بعد كده الفلوس اللي هي من النحاس في عهد المماليك، ثم عهد الدولة العثمانية، ثم ظهر العملة الورقية. وطبعا العملة الورقية عندما ظهرت كانت لها تتبادل بالذهب، إلى بعد الحرب العالمية الثانية، الحرب العالمية الأولى تم إلغاء التبادل الذهبي أو القاعدة الذهبية، ثم رجعت بعد الحرب العالمية الثانية، ثم في 1971 تم إلغاء قاعدة الذهب، وأصبح المسلمين في مشكلة شرعية. العملة في الإسلام هي الذهب والفضة
لأنها ليست سلعة تباع وتشترى. أما العملة الورقية تباع وتشترى، إلى أن جاء مجمع الفقه الإسلامي الاختصار وأقرب أنها عملة ومن ثم تجب فيها الزكاة. يعني ما يقدرش حد يقول عملة ورقية فيهاش زكاة، لا خلاص. إذن في أمر الضرورة. نيجي هنا للعملات الرقمية المشفرة. نحن للأسف كعالم إسلامي لسنا نحن من ندير الاقتصاد العالمي الذي يتحكم في الاقتصاد العالمي 10% من دول العالم، بمعنى أن الدول الكبرى هي التي تتحكم في حركة الاقتصاد وحركة المال. وقد ظهرت هذه الآثار في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قامت الدول بمنع روسيا من استعمال نظام السوفت وزي أربك حركة الاقتصاد العالمي. إذن الأنظمة الحديثة تفرضها الدول المتقدمة عليها، ويجب أن نكون مستعدين لهذا ودارسين وعندنا البدائل والحلول. ظهرت الثورة المعرفية، عندما ظهرت بدأت الأفكار في النقود تتغير، فظهرت النقود الإلكترونية وظهرت الكروت الاي تي ام وكروت الائتمان. بدأ من نستخدم النقود نستخدم كارت، وظهرت في السويد شريحة، مجرد ما تحط الشريحة تشتري وتبيع بيها. هذا التقدم أدى المعرفي والتقني أدى لبعض المؤسسات المالية حبت تعمل بنوك إلكترونية، وبالفعل بدأت هذه البنوك الإلكترونية إلى جاء 2009 وظهرت فكرة البيتكوين. ويمكن دي كانت فكرة جديدة، وكانت عبارة عن، عايز اختصر برضه عشان طول عبد المصلح شرح الكلام ده وعشان الوقت، إلى أن اللي اخترع الكلام ده كان فكرته كلها فكرة الند بالند، التعامل السهل والسلس. ثم ظهرت عملات كثيرة، لكن عندنا كما قال الدكتور عبد الله المصلح العملات المركزية زي الريبالين هي عبارة عن مقومة. يعني أنا باجي بتبادل مع دولة بحولها للعملة الريبالين، وبعد كده بحولها للدولة التانية بالعملة المحلية. فدي محدش قدر يقول فيها حاجة، لأن في سلطة مركزية وتبادل رسمي فيها. طيب هي ليه انتشرت؟ واللي احنا بنناقشها من اساسه لان هي فيها سهوله في التعامل، تكلفه منخفضه، سرعه فائقه في التحويل، القيمه السوقيه بتاعتها بتتغير، اسلوب عملها مختلف، ممكن تسدد بيها التزاماتك بسرعه، ممكن تستثمر في اسواق المال والتبادل التجاري اسرع. اذا فيها مميزات هي اللي خلتها تنتشر، لكن ليها عيوب. طبعا ليها عيوب خطيره، كما الدكتور عبد الله قالها، طبعا صعوبة تخزينها، صدمة في الإرهاب وغسيل الأموال، عدم اعتراف المؤسسات المالية بيها إلى آخره، أنا مش عاوز أكرر. لكن عندنا مشكلة إن في اعتراف دولي بالفعل بالعملات الافتراضية والمشفرة. يعني ألمانيا على سبيل المثال بكفر الضرائب على الأرباح، في 42 دولة بيسهلوا حركة العملات الافتراضية ومتساهلين فيها، حتى إن في حكم في امريكا من قاضي فيدرالي يعتبرها عمله، برغم ان امريكا تحارب العملات الافتراضيه لان هي قد تهدد عرش الدولار في السيطره على السوق المالي. حتى الدول العربيه، في بعض الدول العربيه اعترفت بها مبدئيا، والكلام ده منشور يعني. طيب عمله البيتكوين ليها، هي مش هتبقى مشكله بالنسبه لنا لان حجم التداول بكتير 20 مليار دولار ما يوازي يعني، فما هيش هتبقى مشكله. لكن المشكله دلوقتي لو العملات الافتراضيه دي تطورت وبدات تبقى الدول المركزيه تعترف بيها وتعتبرها عمله مركزيه، هيكون ايه تصرفنا؟ طبعا هذه العملات الافتراضيه بتاثر على الاستقرار الاقتصادي، وتأثر تاثير كبير على صدمات الطلب الكلي على غرار التحولات الماليه طبعا الكبيره، ثم انها بتأثر على كفاءة السياسات المالية، وبتأثر في فكر العولمة نفسه. لان السياسة النقدية في اي دولة مهمتها سرعة دوران النقود، ومهمتها تسهيل حياة الناس. لو العملات الافتراضية دي دلوقتي في الوضع الحالي في تبادل دولي يمكن مشاكلها قليلة، لكن لو هي حلت مكان العملة المحلية هيبقى في خطورة كبيرة على اقتصادات الدول العربية والاسلامية. ومن هنا ان التبادل التجاري نظر التقدم التقني خلى العملات الافتراضية المشفرة تنتشر في العالم للأسف، ويحصل عليها مضاربات. برغم كده هي محدودة، حتى وقتنا هذا هي محدودية القاعدة. طبعا ما فيش اغلب الدول العالم تقريبا، لو قلنا مثلا 70% او 80% من دول العالم ترفض التعامل بيها لانها تهدد السياسة النقدية. اللي عاوز اقوله، صحيح العمله فيها غرر وفيها جهاله، لكن قد تقابلنا في
مستقبل مشكلة ان في بعض الدول بدأت تعترف بيها، قد ينتج عن ذلك ان في بعض الدول المتقدمة هتعملها عملة رسمية، ساعتها يقابلنا مشاكل تقنية، وهذه مشكلة برضو حساسة. احنا لا نملك التقنيات لإقامة هذه العملة او التعامل بيها، بعد كده سوف نكون اسيرين للعالم الخارجي والدول الكبرى. وده اللي خلى عبد الملك بن مروان يصنع الجنيه الذهب الاسلامي او الدرهم الاسلامي والدينار الاسلامي. ليه؟ لان ما يكونش اسير للعملات الدول غير المسلمه الكبرى. العملات الافتراضيه قد تمثل لنا مشكله اكبر، مش موضوع شرعي دلوقتي. ماشي، خلاص اتفقنا ان هي غير لا تتفق مع الشريعه في الوقت الحالي، لكن هتقابلنا مشكله اكبر اذا تم استخدامها على نطاق واسع عالمي. سوف نجبر على استخدامها، وفي هذه الحاله لم نملك التقنيات لعملها او تشفيرها حتى، ودي مشكله برضو اكبر، لان احنا كل التقنيات للاسف مستورده من العالم الخارجي. حتى في الازمه الروسيه الاوكرانيه العالم الاسلامي اكثر تاثر، برغم ان احنا لا ناقه لنا ولا جمل في هذه الحرب. لماذا؟ لان احنا الدول العربيه الاسلاميه مرتبطه اقتصاديا بالدول الكبرى. هذا الارتباط لاننا لن نسعى للتكامل الاقتصادي الحقيقي وعمل عمله موحده. الاتحاد الاوروبي سبقنا بعمله اليورو، احنا لم مشينا في سوق العربيه المشتركه، وحاولنا دول الخليج كانت بتفكر تعمل عمله يمكن من فتره، وكان في خطه في الاتحاد دول الخليج. لكن اذا عملنا عمله عربيه سوف لنا قوه ونقدر نسيطر ونقدر نواجه العملات الافتراضيه في المستقبل. ده اللي بتحاول روسيا دلوقتي تعمله في مجموعه البريكس، تحاول تعمل عمله دوليه تواجه الدولار على سبيل المثال. لكن احنا المشكله الحقيقيه عندنا ان احنا يجب ان نتكامل اقتصاديا ونتعاون اقتصاديا، ويجب ان نقف صفا واحدا، والا سوف نكون تابعين للدول الكبرى، وستفرض علينا هذه العمله شئنا او ابينا، حلالا ام حراما. ولذلك انا اقول الاجتهاد هنا ان يجب ان تخرج تصويرا لهذه الجلسه لدعوه الدول العربيه على الاساس والدول الاسلاميه الى اقامه تكامل اقتصادي عربي، والبحث في اقامه عمله عربيه موحده مثل اليورو. الاوروبيين بدأوا من 30-40 سنة، واحنا لينا من عندما ارسل صلى الله عليه وسلم كنا امة واحدة، يعني ارسل احنا كلنا امة واحدة. المفروض مش عارفين نعمل عملة مع بعض، مش عارفين نعمل اتحاد نقدي لواجه هذا الكلام. انا بحذر من هنا ان هذه العملة ستفرض علينا في مستقبلا، اذا اقرتها دول كبرى واعترفت بها ستفرض علينا ولا يمكننا ان نفعل شيئا. اذا الحل ان نكون لنا عملة قوية تواجه هذه العملات، ولنا ارادة، وهذه الارادة لا تتم من دولة واحدة ولكن من اتحاد الدول الاسلامية والعربية في اقامة عملة موحدة وسياسة نقدية موحدة. انا عاوز اقول ان الاقتصاد العربي على العرب قد تكون القوة الاقتصادية الاولى في العالم بالمقاييس بالارقام، مش مجاملة. اذا اتحدت الدول العربية بالموارد اللي عندها بالاموال بالخامات بالقدرات البشرية سوف تكون قوة عظمى في هذا العالم، وهذا ما لا يريده العالم. ولذلك كل ما نتكلم عن فكر الاقتصاد الاسلامي نقول لن يتحقق الاقتصاد الاسلامي بالمعنى المفهوم، لان الدول الكبرى لن تسمح بسيطرة الفكر الاقتصاد الاسلامي على مقدراتها، ولن تسمح بان يكون للمسلمين كلمة اقتصادية عليا في هذا العالم. هذا لضعفنا وعدم تعاوننا وليس لقوة الاخرين، الاخرين اقوياء، لكن احنا المشكلة فينا. ولذلك هذا الامر الذي نبحثه الان انا شايف ان كلنا متفقين فيها غرر وجهال، ليس هذا محل اختلاف، لكن الاختلاف الحقيقي ويجب ان نجتهد فيه اذا اجبرنا على استخدام هذه العملات ماذا سنفعل؟ ماذا سوف يكون موقف الشارع؟ ماذا سوف يكون موقف الاقتصاد؟ تخيلوا ان احنا هنا انظمة الامان عندنا في اغلب الدول العربية انظمة مستوردة زي ما انتوا عارفين. يعني لو عملنا عملة افتراضية زي ما قالوا عبد المصلح في ثانية كده يسرقوا 20-30 مليار في 5 دقايق مننا، يعني ممكن ينهار اقتصادنا. طب مش هنقدر نعمل عملة افتراضية، ما عندناش التقدم والتكنولوجي ان نقدر نصنع ونقدر ننتج عملات مشفرة. طيب نعمل ايه؟ يبقى عندنا عملتنا، وعملتنا ما نعملها حتى ورقية مش هتكلفنا حاجة، ونقدر ننافس ونقدر نجبر الاخرين يتعاملوا بيها. اذا هو الاجتهاد هنا بضرورة ان الدول العربية تعمل على اقرار عملة موحدة للوقوف ضد هذه العملات التي سوف قد هذه العملات
اذا انتشرت قد تؤدي الى عدم الثراء الاقتصادي للدول العربية. بل قد تؤدي الى انهيار دول كثيرة عربية. انا بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك دكتور. الدول الكبرى مثل هذا المشروع الذي هو بحد ذاته ومشروع يعني يراد من خلفه الاختلاس لا اكثر ولا اقل. ماذا دورنا في المواجهة في المرحلة التي سيكون هنالك فرض بهذه العملة الافتراضية على الدول؟ إخواننا الآن نستمع إلى الدكتور فضيلة الدكتور عطية عبد الموجود لاشين الأستاذ المساعد بكلية الشريعة جامعة الأزهر. تفضل دكتورنا الكريم. الحمد لله وصلاة وسلام على حبيبه ومصطفاه سيدنا محمد بن عبد الله على آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه وبعد. فقد أجرح بكلمتي عن الموضوع بعيدا لأنني أفدت من الكلمات المتقدمة السابقة. وفي إحدى الكلمات كان مضمونها أن نتعامل مع كل وافد ومع كل مولود غربي وأن نوجد له شرعنة أي نجعل له مشروعية عندنا. وهذا ليس مرادا من أمة الإسلام. يكفي أمة الإسلام أن عندها من الحلول والتشريعات ما لو أحيتها وبعثتها من رقادها لكفت الأمة ولأغنت الأمة. فحينما قيل بأن مقصودا أو مقصدا سادسا اجتهد في أمره من قبل واتخذ ذلك وسيلة أو لجرنا إلى أن نجتهد لإيجاد أمور ولشرعنة ما كان مولودا كفريا فذلك لا يلزم ولا يصح القياس. لأن المقصد السادس خرج من عباءة المقاصد الخمس المتقدمة ومولود إسلامي. أما النقود الافتراضية فمولود غربي. ولست مأمورا بأن أجبر كما قلت على شرعنة وعلى التأصيل إسلاميا لكل وافد غربي. لا أحكم على الشريعة بكل تطور أو مبتكر وإنما الشريعة تحكم على كل هذه الابتكارات. أعرض هذه المبتكرات على أصول الشريعة ومبادئ الشريعة وضوابط الشريعة فما كان منها موافقا لشرع الله فعلى العين وعلى الرأس خاصة إذا كان يخدم الحياة وإذا كان يخدم الاقتصاد وإذا كان يحقق الرفاهية فالشريعة لا تمانع من ذلك البتة من مسايرة التطورات بشرط أن تكون هذه التطورات موافقة لشرع الله عز وجل. هذا ما أريد أن أقوله. وأحيي أخي الأخير الدكتور عثمان محمد عثمان فيما قال في أنه لخص المشكلة ووصل إلى أس الداء في أننا الآن مخيرون بين الأخذ بها أو عدم الأخذ بها. نأخذ بها إذا كانت شرعية والحمد لله قد أفاض شيخنا الدكتور عبد الله المصلح في بيانه وفي تصوره لهذه العملة الافتراضية وخرج من ذلك بعدم جوازها وبعدم مشروعيتها. فنحن الآن لا نأخذ بها ولا نؤيدها البتة. لكن المشكلة تكمن وأس الداء يظهر فيما لو أجبرنا على ذلك من قبل غيرنا. أفهم من كلمة أخي أننا لا نلوم غيرنا على هذا الأمر بقدر ما نرجع باللائمة على أنفسنا حيث إن تشرذمنا وتفرقنا واختلافنا
وكوننا احيينا مبدا اسلاميا عاما جاء ذكره في القران مرتين، ان هذه وان هذه امتكم امه واحده. وبحمد الله تملك الدول الاسلاميه قاتله كل مقومات التكامل الاقتصادي وكل عوامل نجاح الاقتصاد، بما يجعلنا امه مستقله في اقتصادنا، لسنا تبعا ولا ذنبا ولا ذيلا ولا مقودين ولا مساقين من قبل غيرنا. متى؟ اذا حققنا ما دعت اليه الكلمة الاخيرة من اقامة الوحدة الاقتصادية، من انشاء وحدة، من عملة موحدة تجمع وتخضع وتطبق ويجري التعامل بها في سائر أرجاء العالم الإسلامي من أقصاه إلى أدناه. وأزيد الأمر وضوحا وأؤيد وأؤكد على عظم شرعنة هذه النقود الافتراضية، لأن ديننا دين شفافية ودين حواس ودين يشترط القبض والتقابض في التعامل يدا بيد، كما جاء في حديث سيدنا محمد رسول الله: فإذا لم يكن التقابض يدا بيد ليس مرئيا ولا معلوما، مجهول المصدر، مجهول من يقبض، مجهول من يقبض، مجهول من يسلم أو يستلم، أبالله عليكم تطفون المشروعية على مثل هذه النوعية؟ إن من أطفاها أقول له إن هذا لشيء عجاب. وكفى بهذه الكلمة لأتشرف بها بين يدي المؤتمر وأعضاء المؤتمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبارك الله فيك وفي جميع الإخوة أعضاء هذه المنصة الذين تحدثوا حول هذا الأمر، أجادوا وأفاضوا ولهم رأي ثاقب ورأي وجيه يحترم ويقدر ويقدس هذا الرأي، كلهم من منطلق الحرص على أمتنا. يجب أن نكون أمة واعية صاحية لما يحدث حولها ولما يراد لها. من الواقع أننا من خلال الاستقراء ومن خلال المتابعة لكل ما قيل نجد بالفعل أننا أمام ظاهرة خطيرة. هذه الظاهرة الخطيرة يعملها من يعملها ويريدها من يريدها لغاية ولهدف، وهي السيطرة الاقتصادية الكوكبية على هذا على الأرض كلها من خلال هذه الإجراءات الوهمية التي تفعل بليل ولا تفعل في وضح النهار. يعني جميع ما تحدث أو جميع من تحدث هم بهذا المستوى من الوجل والخوف على أمتنا من أن نفترس من قبل هذه المنظمات أو التوجهات الخفية التي تعمل بالخفاء. ولكن أنا مع أخي الدكتور عثمان أحمد عثمان أيضا، نحن أمة نمتلك مقدرات كبيرة وعظيمة على مستوى العالم العربي. الدول العربية إذا اجتمعت مقدراتها فيما بينها تصبح الدولة الأولى من حيث المقدرات ومن حيث الإمكانيات. نحن في هذا الوقت مطالبون بشكل كبير أن نوحد الجهود، أن تتوحد الجهود، أن يكون للعالم العربي عملة عربية واحدة نستطيع أن نواجه بها كل ما يمكن أو كل ما من شأنه أن يكون في المرحلة المقبلة يحاول المس باقتصادنا العربي أو باقتصادنا أيضا ومن خلفنا اقتصادنا الإسلامي للدول الإسلامية. إخواني الكرام، أشكر كل من تقدم وكل من قدم وأشكر كل من حضر، لكن هنا يعني مداخلة واحدة وردتني حتى اللحظة، وأيضا يعني مداخلة من بعدها لأخي معالي الدكتور محمد أحمد الخريلي وزير الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك مداخلة ثالثة للأخ الكريم الدكتور صابر عبد الدايم. أدام الله عليك الصحة والعافية يا دكتور صابر، أهلا وسهلا. المداخلة الأولى للأخ الأخ الدكتور محمد الحبيب سايب من دولة الجزائر، تفضل أيها الدكتور الكريم. باختصار، لم يتبقى أمامنا إلا دقائق حتى نسلم المنصة لمن بعدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين.
تعجز الكلمات أن أقول كثير، ولكن أرسلت مداخلة باسم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية إلى وزارة الأوقاف المصرية على أساس هذا المحور الاقتصادي، وهو تطوير الصناعة المالية الإسلامية من شكلية العقود إلى كفاءة التمويل، وهو نمط من أنماط الاجتهاد التنزيلي الذي تشتغل عليه كثير من فئات الإفتاء المتعلقة بالصناعة المالية الإسلامية. ربما جوهر الكلمة التي سألقيها ضما إلى ما سبقني به من دكاترة وأساتذة أن كثيرا من عمليات التحول المصرفي التي تحدث من أجل تعبئة الادخار الوطني وصولا إلى كفاءة التمويلية تقع في كثير من المحاذير الشرعية، وهي الربا والغرر والغبن وغيرها، على أساس عملية محاكاة للصرافة التقليدية أو الصناعة المالية، خلينا نسميها صناعة مالية تقليدية. فالأساس هو تعبئة الادخار الوطني عن طريق خطة وطنية تتبنها أي حكومة من حكومات القطرية، وهذا يلقي بظلاله للجمع بين مزاوجتين. الأولى هي شكلية بناء العقد والمحاذير الشرعية التي ترتبط به، والوصول إلى كفاءة تمويلية من توظيف الأموال الوطنية بعملاتها المحلية. عملية التصادم في بعض الأحيان تنتج منتوجا يحافظ على شرعيته من منظور الشريعة الإسلامية، ويحقق كفاءة تمويلية أقل من منظور الاقتصادي. الباحث عن كفاءة تمويلية عالية في بعض الأحيان تجعلنا نتجاوز كثيرا من المحاذير الشرعية في عملية التقديم والتأخير. الاجتهاد عنوان هذا الملتقى 360 درجة في مناحي الحياة، أتحدث عن جزئية بسيطة، وهي أن هيئات الإفتاء أو الرقابة الشرعية سواء ببنائها المعياري المتكامل الذي يعطي مجموعة من المعايير التي تخضع إليها هيئات الرقابة، في بعض الأحيان قد يفوت ربحا متوقعا يمكننا أن نتلافاه عن طريق تقعيد أو تنظير أو تأصيل في نمط اجتهاد على مستوى أعلى، ثم بعد ذلك يصل إلى مستويات تنزيلية. النقطة الثانية إضافة إلى هذا، أن عملية المحاكاة لكثير من المؤسسات المصرفية أو المالية ذهبت إلى تغليب الكفاءة المالية، سواء من ناحية التمويل تعبئة الادخار أو من ناحية الربح المتوقع، فربطت عملية تمويل باقتصاد متوهم وليس باقتصاد حقيقي. الفجوة الكبيرة بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد الافتراضي تقريبا 40 مرة. المنظور الاقتصادي الإسلامي يمول الاقتصاد الحقيقي ولا يمول الاقتصاد الافتراضي كما تفضل به السادة من تحريمهم للعمولة الافتراضية. أتوقف عند هذا الحد وبارك الله فيكم. بارك الله فيك. إخواننا أحد أعضاء المنصة حابب أخونا الدكتور معالي الدكتور محمد الخليلي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، كل الشكر للأخوة الباحثين والأساتذة الكرام على ما قدموا في هذا الموضوع. أولا نحن نتفق جميعا على أننا لسنا هنا لنبرر واقعا ولا لنبحث عن فتوى لواقع لنعمل على إباحته، هذا متفقين عليه جميعا. وأشير إلى أن هذا الموضوع طرح في ندوة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة قبل أشهر قليلة، وكانت عبارة عن توصيات ولم يكن هناك قرار واضح إلى الآن في دورة رسمية للمجمع إلى يومنا هذا. واختلف كثير من العلماء والباحثين في المجمع حول الحل والحرمة في العملات الافتراضية، بينما النظر نظرة شرعية في قضية الجهالة والغرر. وأيضا نتفق على أن هذه العملة يختلفها الكثير من الجهالة والغرر، وبين من تحدث عن أن هذا أصبح واقعا اقتصاديا قادم إلينا اليوم كما تفضل الدكتور المأمون والدكتور أصحاب الاقتصاد والقانون. العملة الافتراضية أصبحت اليوم واقعا عالميا يتعامل به الناس، سواء كان عملة أم كان سلعة، فهو اليوم يتعامل به على نطاق واسع في هذا العالم وموجود، ويتعامل به بمليارات الدولارات. نحن اليوم في عالمنا الإسلامي جزء من العملة التي نتعامل بها هي أرقام. البنوك المركزية في عالمنا الإسلامي اليوم ليست كل الأرقام التي لديها في البنوك هي عبارة عن أوراق مطبوعة موجودة في السوق. ما عاد أحد اليوم يحمل ملايين الدنانير أو مليارات الدنانير، إنما أصبحنا نتعامل ببطاقات
وأرقام تذهب، والبنوك المركزية تطبع من الأوراق النقدية ما يغطي حاجة السوق. يعني بعض الدول قد تجد الأرقام في البنوك 50 مليار والمطبوع فقط 7 مليار أو 10 مليار، واربعين مليار هي عبارة عن عملة أشبه ما تكون بالافتراضية، لا أسميها افتراضية لكنها أقرب إلى العملة الافتراضية المركزية التي تحدث بها الدكتور عبدالله المصلح. والعالم اليوم لسهولة التعامل بدأ بإصدار عملات افتراضية مركزية. تفترق العملات الافتراضية المركزية عن العملات الافتراضية بيتكوينز وغيره من العملات بأن هذه لها جهة مصدرة ضامنة لهذه العملات، بينما هذه العملات الأخرى ليست لها جهة مصدرة وليست لها جهة ضامنة أيضا، إلا أنها واقع ملموس. وأنا كنت في مجمع الفقه الإسلامي في الندوة ممن يميل إلى المنع من هذه العملات حقيقة، لكني أنظر إلى أقوال الآخرين ومن العلماء والباحثين الذين تحدثوا في هذه الموضوع وأرى يعني وأنظر مع أني أرى المنع إلى اليوم، لكني أنظر إلى أن لهم وجهات نظر قريبة. أقول من هذا الموقع أن العملات الافتراضية ستغزونا كواقع عملي لا نستطيع أن نبتعد عنها، لأننا نشتري من الغرب الطيارة ونشتري من الغرب السيارة ونشتري من الغرب كل السلع التي يمكن أن يفرضوا علينا في يوم من الأيام أن نعمل على دفع أثمانها بعملات افتراضية، فماذا سنفعل عندئذ؟ أعتقد شكر كل الشكر الأخوة الباحثين، لكن استشراف المستقبل القادم يعلمنا أننا في قضايا سابقة جنحنا بشكل كبير كعلماء وباحثين إلى التحريم، لكن أمام سطوة الواقع وفرضية الواقع كنا نضطر إلى التعامل بكثير من القضايا. وأعتقد أن العملات الافتراضية مرة أخرى تتوسع شيئا فشيئا في العالم وقد تغزونا، وأصبح من أبنائنا اليوم من يتعامل بهذه العملات الافتراضية دون أي قيود تستطيع الدول أن تفرضها، ولذلك استطاعت ولذلك اضطرت بعض الدول في العالم اليوم إلى الاعتراف بها وإلى إقرارها كعملة ليست برضاها ولكنها مرغمة على ذلك لإيجاد شيء من الضبط إن استطاعت إليه سبيلا حول هذا الموضوع أو حول هذه العملة. شكرا لكم جميعا، بارك الله فيكم على جهودكم في هذا البحث، والله يعطيكم العافية. استمع إلى الدكتور صابر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم نبينا وبعد، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. بداية أشكر كل من قام بتنظيم هذا المؤتمر مع الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وهو نسميه رائد المجددين يعني، والمنصة الكريمة العلماء أفادوا في هذه المشكلة، وأنا لست متخصصا فيها، ولكن أقول لماذا نقصر الاجتهاد فقط على الناحية الفقهية؟ نحن نريد المجتهدين في علوم التفسير، في علوم السنة، في علوم الاقتصاد، حتى في علوم اللغة العربية وآدابها. نحن حتى في مجال علوم اللغة العربية في مجال النحو والصرف، لأن أكثر المسائل الفقهية خاصة في أصول الفقه يعتمد على اللغة العربية، ولذلك كان البحوث التي طرحت في المؤتمرات السابقة اللغة العربية وأثرها في فهم المقاصد الشرعية. فأحيي الدكتور عبدالله المصلح، هو رجل شرعي ولكن البحث علمي ومتخصص بدرجة 100%. ولكن سؤال يعني سؤال بسيط، ثبات قيمة الوحدة النقدية، أقول أي وحدة؟ هل الوحدات المحلية أم الدولار أم أي دولة؟ يعني ثبات الوحدة النقدية هو الضامن للاستقرار، ده سؤال يعني عرض يعني. الدكتور مصطفى عرجاوي أشكره على طرحه، وأتى بمصطلح اكتشاف الأقنعة. هذا المصطلح مهم جدا، لأن كثيرا نخدع ونحن أمام القاعدة القرآنية، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نحن يعني لا نبرر أبدا الوافد الذي كما قال فضيلة الدكتور قال شرعنة ما ولد كفريا، كيف يكون مولودا كفريا وأنا وشرعنه؟ لا، أنا أبحث عن مجالات إسلامية والإسلام فيه الحل الكثير.
أحيي أخي الدكتور عثمان على طرحه الجريء، وبصراحة هو إيجاد عملة عربية، إن هذه أمتكم أمة واحدة على مستوى العالم العربي والعالم الإسلامي، لو توحدنا كما قال ربنا لنجونا من كل هذه الشرور ولنجونا من العولمة. يعني أنا الدكتور المأمون أحييه، ولكن عبارة أخلقتني عندما تقول إذا أنكرنا واقعية الإسلام الذي يرفض الجديد يبقى احنا سنضيع الإسلام. لا، أنا أريد هناك واقعية وجودية، واقعية اشتراكية، واقعية عربية، هناك واقعية إسلامية أيضا. فأنا يعني نريد أن نحتكم إلى ديننا وقرآننا وعلماؤنا الكبار في كل العالم الإسلامي، ليس دولة واحدة، مصر والسعودية والكويت حتى دول العالم الإسلامي عليهم أن يتوحدوا ويقابلوا هذا الطوفان، طوفان العولمة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. إخواني الكرام، يعني نكتفي بما وجه من مداخلات وأسئلة. بدي أعطي فسحة لأخي الدكتور عبد الله المصلح، ثم لأخي الدكتور المأمون حتى يجيب على الدكتور صابر في النقطة التي تحدث بها، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الدكتور عبد الله. الحمد لله. إخوتي، أنا أعلم ما جرى بين الفقهاء المعاصرين مما ذكره أخي وزير الأوقاف وفقه الله، أعلم ذلك، وأعلم أن هناك ثلاثة اتجاهات: اتجاه المبيحين مطلقا، اتجاه المجيزين المانعين منعا مطلقا، واتجاه المتوقفين. لكن على المرء أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده. وأنا عندما وقفت هذا الموقف لأقول حرام إلى أن تستكمل الشروط التي يجب أن تتوافر في العملة وأن تنتفي موانعها، هو تحذير للأمة من أجل أنها إذا ما حوصرت فأقل شيء أن نأخذ بالعملة المشفرة المركزية التي تشرف عليها البنوك المركزية. عند ذلك يهون الأمر وتتضح، ونخرج هذه العملة من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، ومن عالم الافتراض والوهم إلى عالم واقع يكون هناك مسؤول عنه. نعم، نحن سنقول الكلمة التي نعتقد أنها صواب والتوفيق بيد الله، ولكن هو تنبيه للأمة. وأنا أعلم يا إخوة، ولا أريد ما كل ما يعلم يقال، نحن نعلم أن هناك توجها، لا نريد أن نحدد الجهة التي تتبناه، ولكن هناك اتجاه إلى أن ترفع من الأمة العملة على الإطلاق الكاش، وأن يبقى التعامل كله تعاملا افتراضيا. وهذا الأمر إن تم فالمسألة ستصبح الأمة في تيه لا تعلم ما لديها مما يؤخذ منها. علينا أن نحذر، إن عليك إلا البلاغ فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. والسلام عليكم. دكتور المأمون. بداية الواقع بيورهن على أننا ينبغي أن نعمل الاجتهاد المؤسسي. ها نحن على المنصة، إذا كان هناك خلاف في وجهات النظر فهو خلاف بين أفراد، يمكن أن يأخذوا به البعض ويمكن أن يرفضوا البعض، ومن هنا ينبغي تفعيل الاجتهاد المؤسسي. والعلة في كتابة هذه الدراسة التي شرفت بها أن نعظم من دور المؤسسات. فمثلا أستاذنا الدكتور عبد الصابر عبد الدايم قد يكون أستاذ عالم جليل، هو رجل لغوي يقف عند المفردات، ونحن لسنا مثله، نحن نتعلم منك. لكن أستاذنا ما اتكلم عن واقعية الإسلام، أنا لست هنا أبحث عن توصيف شرعي لهذه المسألة. التوصيف الشرعي وإلا يكون قد فرغت هذا المؤتمر من مضمونه، فأنا أبحث عن اجتهادي المؤسسي، أنا أترفع، أنا أقول رأيا شرعيا. ولذا دائما ما أردد في محاضراتي، ينبغي أن نتحفظ في الخلط بين الفقه والشرع.
فهؤلاء كلهم فقهاء، وليس كل فقيه يقول رأي الشرعي السديد. أستاذنا لما اتكلم عن واقعية الإسلام، نحن نؤمن بأن نظامنا الاقتصادي الإسلامي يقوم على مبدئين أساسيين، هما تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الزمان والمكان والظروف، وأن تحقق مصالح العباد يعني تحقق شرع الله، فحيثما تكون المصلحة فثم شرع الله. وعندما أتكلم عن واقعية الإسلام لا نتخوف من أي مولود جديد في الحياة، فقد تعاملنا مع غسيل الأموال، غسيل الأموال نعرف أدواته، وسننا له وقننا له التشريعات التي تجعلنا نتحوط منه في مصر وخارج البلاد العربية. نبحث هذا المولود، وإذا كنت اعتبرته مولود غير شرعي تعاملوا معه بوضع القوانين والآليات التي تحد منه، إذا اعتبرته واقع ملموس تعاملوا معه. من يقرر الاجتهاد المؤسسي؟ أشكركم على حسن الاستماع، وأعتقد الدكتور صابر إذا كانت هناك سهوة أو زلة شكرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتورنا الكريم، الآن يا إخوان يعني سنعطي دقيقة واحدة لفضيلة الدكتور حتى يتحدث بدقيقة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا تكلمنا يا جماعة في موضوع مهم جدا للغاية، وقلنا ان طبيعة الشيء التي امامي حتى لو خمر تغير الوصف صار خلل فتغير الحكم، كذلك هذه الامور الافتراضية لو عرف تحولت الى امور واقعية. اما لو قلنا ان بيفرض علينا طب ما صدر حكم بزواج الاخ من اخته، الان المثلية موجودة، هل هذا الكلام نطبقه عندنا لو صار حتى في العالم كله؟ التغيير والتبديل لا يجوز، المواجهة. هل احنا جاءت كما قتل الشرك كان في العالم كله موجود، وكان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ان يحاصر مع قومه ولا يوافق على مخالفة واحدة صلوات الله وسلامه عليه، أليس لنا قدوة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فنحن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة ومماتا ومسيرة وفعلا وقدم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. ختاما أشكر جميع من حضر، وأشكر إخواني أعضاء المنصة الذين كان لهم دور فاعل وكبير وتنشيط للذاكرة، لأن هذا الموضوع هو من المواضيع المهمة المدرجة على مائدة الحياة البشرية بشكل كامل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اجعل تجمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، والسلام عليكم.